قلت لك خويا ما حاس انا براسي ماشي هي هذيك عاد هي فهمتي خويا الساعات ولا طالع لي الدم ما نكتبش عليك ربي اللي عالم بيا نهار جات تولي فيا الحاله انا هو ما نكتبش عليك انا ربي اللي عالم بيا دابا في ظهرنا ما نكتبش لك بصح نعاود حتى واحد باش دابا كتشوفي اللي المشكل ديالك تيديني شو المشكل ديالك المشكل اللي عندي ما كتبش عليك اخويا بلي الله يعفو عليا وكيفاش تجي كيفاش كتبلي واش دورك معيشة البلية جاتني من عند راجلي ما كتبش عليك باش ولادي هو اللي بلاني بالكاضو بلاني بالشراب النهار اللي خرجت ما كتبش عليك كنت هزيتو في الحبس 4 سنين وانا هزاه في الحبس النهار اللي بداو دارهم ما كتبش عليك دارهم تيدخلوا عليا تيضربوني تيديروا فهمتي ما صافي ما بقاتش قادر لا سمحت لهم في الدريف الجميل والمجمل جيت صافي وليت اتايا من تما وانا اتايا صافي هادشي اللي عندي اخويا ما كتبش عليك عندي معاه 3 جوج وليدات وبني معاه وانا مبقيتش داك السيد ما كرهته ما بقيتش نبغي نشوف جيتو لا ولا انا باقا بالوراق ديالي بكلشي ولكن باقي ما ماشي معاه في الدار حاليا دابا طالع في شي 3 سنين ماشي في الدار معاه هو خرج من الحبس ولكن انا ما بقيتش معاه من الاول واك تنطالب ما كتبش عليك تنطالب ناخذ عبراتي انا بغيت عبراتي ما كتبش عليك بغيت نحيد من هاد البليه وبغيت نخدم هادشي اللي بغيت انا دابا وانا مستعده ما كتبش عليك خويا انا بغيت نولي زوينه انا باغا نخدم باغي بزاف د الحوايج ما كتبش عليك ربي اللي عالم بيا ما كتبش عليك انا ظلمت انا عبد حتى شي واحد كلشي تنجمع في قلبي. السلام عليكم. الله يخليك اخويا الله يسهل عليكم المسؤولين. هاد السيده هادي عندها الادمان كتكمي كتشرب تاكل قرقوبي كتشرب وملي كدير اثر فيها داك الشيء كدير ليا حاله كدير ليا حاله ملي كنجي ندوي معاها كتبقى تشلخ في الحما. ودابا الله يجازيكم بخير انا بغيت زعما اللي يعالجها اللي يعاونني ويعالجها تعالج من هاد الشيء. راك شتيها كي دايره ما فيها شي ديال التكرفيس وماشي ديال سميتو راها انت تشوف كيفاش دايره وملي كتدير هاد الشيء وتدير هاد الدواء وهاد الشيء كتخسر ما كتبقاش هي على اللون ديالها. الله يجازيكم بخير والله يخليني انا جلاله الملك الله يعمر ربي يسهل عليه والله يعمر ربي يجبره بصحيحته يا ربي الا ما يعاونني في هاد البنت هادي انا بغيتها تعوض وتولي حالتها الطبيعيه وترجع لوليداتها راه عندها 4 ديال الوليدات وبغيتها ترجع لوليداتها دابا راه غير تايها غير تايها. هادشي اللي كاين هادشي اللي بغيتهم يعاونوني فيها الله يسهل عليكم والله يحفظكم والله يخليني انا جلاله الملك الله يحفظه لينا والله يسهل عليه والله يعطيه صحيحته يا ربي. هاد المنطقة هادي دول الحاجة حي الفرح الرباط